السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بنعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة القرآن. حينما نبدأ أي عمل لكي يباركه الله سبحانه وتعالى ويجعله في حصن حصين، دوما نبدأ بذكر الله، وخير الذكر هو كلام الله سبحانه وتعالى. واعتدنا في إذاعتنا ميد راديو دوما أن نبدأ بالقرآن الكريم، وهذه سنة مباركة هي يتبعها المغرب، هذا البلد الأمين، منذ أن وفقه الله تعالى أن يجمع شمل هذه الأمة. فإذا رأينا كيف أن مغربنا العزيز معزز مكرم منعم ببركة القرآن الكريم، دائما يقرأ في كل الأرجاء منذ تاريخ تأسيس المملكة المغربية الشريفة، وهي تهتم بكتاب الله، وهذا السر هو سر أمنها وأمانها وسر سلامتها. نذكر مثلا الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه في إحدى الاستجوابات مع إحدى الجرائد الفرنسية اسمها لوفيغارو، وكانت الظرفية عصيبة جدا، المنتظم الدولي كان يمر بظروف صعبة، ودول الجوار كانت تعاني معاناة كبيرة. صحفي سأل الملك الراحل الحسن الثاني، قال له: حينما تسافر خارج أرض الوطن ألا تخشى أن يتعرض بلادك إلى اضطرابات وإلى فوضى وإلى كذا؟ قال لي: أبدا، أنا عندي يقين بأن بلدي آمن. قال لي: كيف ذلك؟ قال لي: لأنه مربع. ثم انصرف، فبقي الصحفيون يتساءلون ما معنى كلمة مربع. فخرج الوزير أنذاك والمستشار لصاحب الجلالة مصطفى العلوي رحمه الله وهو يحكي هذه القصة، قال: ذهبت عنده وقلت: نعم سيدي، الصحفيون يتساءلون ما معنى، قلت لهم: المغرب آمن ولن يتعرض لأي شيء، وعندي يقين بأن فيه الأمان، وقلت لهم السبب أنه مربع. لم يفهموا ذلك، فقال له: قل لهم مربع لأن فيه ذور القرآن وفيه المساجد في كل مكان، حيثما يقرأ القرآن الكريم تحل الملائكة، حيثما يقرأ القرآن الكريم يحفظ الله تعالى البلاد والعباد. فهذا سر من أسرار الأمن والأمان في المملكة الشريفة. ألم يقل سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.